دراسة حديثة: جماجم نقار الخشب غير مصممة لامتصاص الصدمات. يقضي نقار الخشب جل يومه منقباً في جذوع الأشجار، مستخدماً منقاره لأحداث ثقوب يستخرج منها من الحشرات ليسد جوعه. ولطالما تساءل العلماء كيف يمكن لنقار الخشب أن يضرب لحاء وجذور الأشجار بمنقاره بهذا الشكل المتكرر دون أن يلحق دماغتهم أي ضير أو ضرر. وقد أدى هذا إلى الاعتقاد بأن جماجم نقار الخشب تحاكي في تصرفها خذات الرأس المصممة لتحمل وامتصاص الصدمات، والتي تقي الدماغ من الارتجاج. مطرقة صلبة: غير أن دراسة حديثة نشرت في دورية كارنت بيولوجي كرنت بيولوجي في 14 يوليو تموز الجاري أشارت إلى أن رأس ومنقار نقار الخشب لا يعملان كخذان ممتصة للصدمات، بل إنهما شرطة على أن قيد شرطة يتصرفان كمطرقة صلبة منح الطائر أداء نقر مثالي. وللتحقق من هذا الأمر، قام الباحثون بتتبع فيديو عالي السرعة يخص 3 أنواع من نقار الخشب. وركز الباحثون على تتبع حركة أجزاء مختلفة من الرأس في الوقت الذي كانت تضرب فيه مناقير الطيور جذوع الأشجار. فلو أن هناك امتصاصاً للصدمة، فإن ذلك سيؤدي إلى تباطؤ حركة الجمجمة مقارنة بحركتها عند الارتطام بالخشب. غير أن الأمر لم يكن كذلك، إذ أظهرت حسابات العلماء أن الرأس كان يعمل كمطرقة صلبة غير ممتصة لوقع الصدمة الناجمة عن ارتطام جمجمة الطائر بالشجرة، حسب ما صرح سام فانن وسنبير شرطة قائد الدراسة في جامعة أناتويربي يونيفرسيتي تونتفاربن في بلجيكا شرطة في التقرير الذي نشره موقع فيز دوت أورغ. امتصاص الجمجمة للصدمات يعرقل من قدرة نقار الخشب في نقب الأشجار بكفاءة بكسابي. ارتطام لا يحدث ضرراً. واستخدم الباحثون البيانات المرصودة لبناء نماذج ميكانيكية حيوية أدت بهم في النهاية إلى استنتاج مفاده أن امتصاص الجمجمة للصدمات قد يكون في واقع الأمر غير مفيد لتلك الطيور، بل إنه يعرقل قدرة نقار الخشب في نقب الأشجار بكفاءة. ولكن العمل كمطارق صلبة غير ممتصة للصدمات يدفعنا إلى الاعتقاد بأن أدمغة نقار الخشب قد تتعرض للخطر جراء الارتطام مراراً وتكراراً بالشجر. واكتشف العلماء أن الأمر ليس كذلك، فعلى الرغم من أن الصدمة الناجمة عن كل نقرة تزيد على الحد الذي يحدث الارتجاج في القردة والبشر، فإن أدمغة نقار الخشب الصغيرة يمكنها تحمل هذه الصدمات. وأحيانا قد يخطئ نقار الخشب، حسب ما يقول واسنبيج. فعلى سبيل المثال، قد ينقر الطائر أحيانا بكامل طاقته على المعدن، لكن في غالب الأحيان يكون نقرهم المعتاد على جذوع الأشجار شرطة بشكل عام شرطة أقل بكثير من الحد الأدنى الذي يسبب الارتجاج لهذه الطيور دون الحاجة لأن تعمل أدمغتهم كخذات واقية من الصدمات. النتائج تفسر سبب عدم وجود النقار الخشب ذوي رأس وعضلات رقبة أكبر مما هي عليه اليوم بكسابي. دروس مستفادة: يقول واسنبيرج أن غياب امتصاص الصدمات لا يعني أن دماغتهم معرضة للخطر أثناء الصدمة التي تبدو عنيفة، فحتى في أقوى الصدمة الناجمة عن 100 نقرة متتالية للخشب التي رصدها العلماء، ظلت أدمغة نقار الخشب آمنة. ومن الناحية التطورية، فإن هذه النتائج تفسر سبب عدم وجود نقار خشب ذوي رأس وعضلات رقبة أكبر بكثير مما هي عليه اليوم، إذ إن نقار الخشب الأكبر ستنتج عنه نقرات أكثر قوة، ومن ثم أكثر ارتجاجاً يحدث مشاكل خطيرة في الدماغ. وقد تحمل هذه النتائج بعض التبعات العملية التي تنبه المهندسين شرطة الذين قاموا بتشريح الهيكل العظمي لجمجمة نقار الخشب رغبة في تطوير مواد وخوذات ممتصة للصدمات، شرطة إلى أن نقار الخشب ليس نموذجاً جيداً لدراسة هذه الفكرة. ويشير واسنبيرج إلى دراسة حديثة أخرى أجراها هو وفريقه أفادت بأن مناقير نقار الخشب قد تتعثر في النقع أحياناً. غير أن الطيور تحرر نفسها من هذا المأزق بأن تناوب بين حركة النصف العلوي والسفلي لمناقيرها.